البيت العربي بمدريد، وهذا أول أسبوع يبدأ في بيدرو رحلة تعلم الدارجة المغربية. فبعدما تعددت زياراته إلى المغرب، قرر أن يكون ضمن الجالسين على مقاعد هذا الفصل. وهذه ليست حال بيدرو وحده، فطلبة كثيرون، وإن تفرقت جنسياتهم فإنهم اجتمعوا من أجل الغاية نفسها، ألا وهي تعلم الدارجة المغربية. يسود جو من انشراح الفصل، خصوصا عندما يحاول بعض الطلبة نطق كلمة بالدارجة المغربية لأول مرة في حياتهم. في السابق لم يكن هناك أي مؤسسة بمدريد لتعليم الدارجة المغربية، وهذا أول عام أعرف فيه أن الدارجة المغربية تدرس هنا، وكان هدفي منذ البداية هو تعلم الدارجة للتواصل مع الناس في المغرب. طاقم تدريس اللهجة المغربية يجتمع على إبريق شاي مغربي بعد نهاية الدروس، وذلك للبحث عن الطرق المثلى لتدريس الطلبة الأوروبيين لهجة الجار الجنوبي لإسبانيا، وكذا تعريفهم بجغرافيته وثقافته. في الحقيقة عندنا هدف بزاف. الهدف الأول هو الكبر، يعني الكمية دي الناس المغاربة اللي كاين هنا. الجالية العربية المهمة في إسبانيا هي الجالية المغربية. عندنا عاوتاني يعني الهدف التراثي، عندنا عاوتاني علاقة مع المغرب منذ قرون يعني بعيدة. عندنا سبب هو متعلق بالمستقبل، فالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسبانيا والمغرب كتبقى تزيد وتزيد. مكتبة البيت العربي بدورها زودت بأنواع مختلفة من الكتب والأشرطة المختصة في تعليم الدارجة المغربية. فاللهجة المغربية وإن لم تكن ضمن قائمة اللغات الحية التي يصرف الناس أموالا مهمة لتعلمها، بيد أن عشاقها صاروا يوجدون في كل مكان، فهم يطلبون تعلم دارجة أهل المغرب حتى في مدريد. البيت العربي بمدريد أول مؤسسة رسمية إسبانية تقرر تدريس اللهجة المغربية للطلبة الإسبان، والطلبة حتى وإن اختلفت أهدافهم فإنما يوحدهم هو الرغبة في تعلم كلام أهل المغرب. نبيل دريوش لقناة ميديانسات، مدريد.